الداخلية في إدارة العمليات. صباح الخير أحمد مرة ثانية، وكل عام وأنت بخير مرة ثانية تور. ولك الكلمة. صباح النور عائشة ومحمد، وكل عام وأنت بخير وكل من يتابعنا بخير وصحة وعافية. متواجد في وزارة الداخلية مثل ما ذكرت محمد في غرفة العمليات، الجهود الكبيرة والعين الساهرة بكل تأكيد لمملكتنا الغالية، لأمن وأمان مملكتنا الغالية، متواجدة داخل هذه الغرفة. هذه أحد الأقسام المهمة والرئيسية لوزارة الداخلية، أكيد راح يتواجد معي للحديث أكثر حول هذه الغرفة والعمل الكبير اللي قاعد يقومون فيه نقيب عادل المحميد. أكيد جهود كبيرة اليوم متواجدين وسط أعياد مناسبة كبيرة مهمة اللي هي عيد الأضحى، متواجدين بعيد عن أهلكم لخدمة زوار المملكة وأيضا أبناء المملكة. نهنئ القيادة الرشيدة والمواطنين والمقيمين والزوار بحلول العيد الأضحى المبارك، عاد الله علينا وعليكم بالصحة والعافية. ولا يخفى عليكم بأن غرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية على أتم الجاهزية والاستعداد للاستجابة لكافة البلاغات التي ترد على خط الطوارئ، وبدورنا يتم إسنادها إلى الجهات المعنية كلا حسب اختصاصه. تم تكثيف الدوريات الأمنية على الأماكن السياحية والمجمعات والأسواق التجارية، هدفها بأنها تحافظ على النظام العام وتقديم المساعدة والعون للجميع. وتم تكثيف الدوريات الأمنية أيضا على الشوارع الرئيسية والفرعية ومراقبتها عن طريق الكاميرات الأمنية لضمان انسيابية الحركة المرورية. ونوصي جميع المواطنين والمقيمين والزوار بل لا يترددوا الاتصال على خط الطوارئ 999 في حال طلبهم للمساعدة. ونتمنى إجازة سعيدة للجميع، وكل عام وأنتم بخير. شكرا. يعطيك العافية نقيب عادل. سؤال أخير قبل ما أرجع لإخواني في الاستديو، أكيد جهود كبيرة للموظفين المتواجدين اليوم في قسم العمليات وإدارة العمليات، كلمة توجهها لهم بمناسبة تواجدهم اليوم وسط احتفالات العيد في العمل ويلبون نداء الوطن. بالعكس، هذه واجب علينا بأن نخدم فيها الوطن، والحمد لله رب العالمين احنا قادرين على هذه الأمور، وإن شاء الله يقومون بأكمل وجه أدائهم الواجب. يعطيك العافية النقيب عادل. بكل تأكيد محمد وعائشة جهود كبيرة وعين ساهرة متواجدين في هذا القسم لمتابعة العمل الكبير اللي قاعد يقومون فيه وزارة الداخلية وأفرادها في كل أقسامها المتواجدة. أكيد راح أرجع لكم من مكان آخر في الفترة القادمة، لكن أرجع لكم في الاستديو. شكرا لك يا أحمد محمد على هذه المداخلة، وشكرا لوزارة الداخلية وجميع منتسبي وزارة الداخلية على هذا المجهود اللي يقومون في خدمة أبناء هذا الوطن والمقيمين على أرض هذا الوطن.